مكملين مع بعض في كتابنا، كتاب المعاصر درس الثالث الرابع بـ 34، بيقول is an adjective which means unusual or strange. عندنا هنا adjective يعني صفة، means يعني تعني، unusual حاجة غير عادية، أو strange يعني غريبة، toxic اللي هي معناها سام. بعد كده عندي ecstatic اللي هو شيء غريب، بعد كده عندي realistic اللي هي معناها حقيقي، وعندنا fantastic اللي هي معناها رائع. فين بقى اللي معناها غريب هنا؟ كلمة ecstatic. تامر is fond of exploring، و fond of يعني مغرم بيه، بيحب جدا يعني، حب بشغف يعني، استكشاف البليس to discover unknown species، عشان يعرف يعرف حاجات كتير عن الفصائل المختلفة والغير معروفة. poetic اللي هي معناها شاعري، جاية من poet اللي هو شاعر. ecstatic اللي هو شيء غريب. بعد كده عندي كلمة romantic اللي هو رومانسي، وبعد كده عندي economic اللي هو اقتصادي. تامر is fond of exploring new places to discover، يبقى بالأشياء الإيه الغريبة. The store was with shoppers taking advantage of the sale، المتجر مليان بالشوبرز المتسوقين اللي بياخدوا ميزة العرض. deserted اللي معناها مهجور، crowded مزدحم، brilliant معناها رائع، و ecstatic اللي هي معناها غريب يبقى طبعا crowded، المتجر مزحوم بيه. the elevator اللي هو المصعد او الاسانسير was between two floors، بين الدورين، busy مشغول، stick عصا، stuck عالق، beautiful جميل، يبقى the elevator was not between two floors يعني المصعد عالق بين ايه، بين دورين، يبقى stuck. when Marwa passed her exam، لما نجحت في امتحاناتها، she was اول حاجة كلمة wretched اللي هو تعيس، depressed مضغوط، over the moon سعيدة جدا، miserable اللي هي معناها بائس أو تعيس، يبقى she was over the moon. the countryside is quiet and الريف هادي و ايه awful بغيض، peaceful هادي، dreadful اللي هو شيء مروع ومخيف، terrifying مرعب أو فظيع، يبقى peaceful. you have worked too much اشتغلت كتير، just sit down اجلس، and do not for some minutes بضع دقائق، relax استرخي، feel يشعر، forget ينسى، ولا contact اللي هي يتصل طبعا، واسترخي كده اللي هي relax. the film was so many people left before its end، ناس مشت قبل نهايته، nice لطيف، fine جميل، boring ممل، interesting شوية، لأ طبعا كان boring. I have of tasks to achieve before leaving the office قبل ما اسيب المكتب، loads اللي هي كثير من، pros مزايا، cons عيوب، impacts تأثير، يبقى طبعا loads of معناها كثير من. because of the climate بسبب المناخ، the coastal not are desert in winter، الكوستر not deserted يعني هجرت، اتهجرت يعني اتسابت يعني فين، في الوينتر في فصل الشتاء. banks اللي هي ضفة النهر. roads اللي هي طرق. resorts منتجعات، streets شوارع طبعا، المنتجعات هي المنتجعات السياحية أو الساحلية. my son is still he's only 15 years old 15 سنة، adult بالغ، grown up بالغ برضو، teenager مراهق، youth اللي هو شاب أو شباب، يبقى طبعا teenager. it's very for me to stay up late working all time، إن أنا أسهر وأشتغل طول الليل. ده it's very stress ضغط، stressed مضغوط، stressful شيء مجهد، stressfully اللي هو بطريقة مجهدة، طبعا it's very not إنه شيء مجهد جدا، عايزين صفة، يبقى it's very stressful. I hate using social media، أكره استخدام مواقع التواصل، زي make me بتخليني مضغوط بقى، please ده مسرور، stressed مضغوط، dressed يرتدي، و praised اللي هو يمدح، يبقى طبعا بتخليني stressed. بعد كده بيقول لي I don't want to go to the park، أنا مش عايز أروح البارك، I'm meeting some friends in the club. environmentally بيئيا، otherwise وإلا، actually في حقيقة الأمر، naturally طبيعيا، يبقى في حقيقة الأمر أو في الواقع، actually. smoking smokers health صحة المدخنين، describe يصف، benefits يستفيد، develops يطور، damages طبعا بيدمر. I find this novel extremely it interests me a lot، أنا وجدتها fascinating مبهرة، fascinated اللي هو لوصف شخص نفسه، ولا fascinated مبهور، boring ممل، bored يشعر بالملل، هو هنا بيتكلم عن النوفل الرواية، بنقول عليها fascinating، إنما لو أقول I am أقول fascinated. While we were camping in the forest واحنا عاملين معسكر في الغابة، some monks our food بعد القردة طعمنا، fed أطعمة، protected حمى، stole سرقة، benefited استفادة، يبقى سرقة الطعام بتاعنا يبقى stole. the tourists enjoyed the of the sun
shining on the statue of Ramses. السياح استمتعوا بإيه بقى؟ sight اللي هو منظر، cruise اللي هي رحلة بحرية، turtle سلحفة، article اللي هي مقالة طبعا بمنظر الإيه الشمس يبقى sight. This fascinating island is a tourist. هذه الجزيرة الرائعة والمبهرة تعتبر tourist mosquito اللي هو بعوض، paradise جنة، pool حمام سباحة، وصحراء اللي هي صحارى طبعا paradise. People who go on holiday in mountains and rainforests like الناس اللي بتروح اجازات في الجبل والغابات الممطرة بيحبوا resorts المنتجعات، designs التصميمات، adventures المغامرات، respect الاحترام، بيحبوا طبعا adventures المغامرات. I enjoyed the night on the Nile from Luxor to Aswan. أنا استمتعت بنقط النيل من لوكسور لأسوان، cruise رحلة بحرية، ecotourism السياحة البيئية، drive يركب ويقود يونيك مميز طبعا the cruise رحلة بحرية. When I visited London for the first time لما رحت لندن أول مرة I spent 3 days at the city swelling يتورم exploring استكشاف leaning يميل collaborating اللي هو يتعاون طبعا exploring يستكشف. مو صلاح is an absolutely popular لاعب كرة little قليل أو صغير tiny صغير الحجم ancient قديم brilliant لعيب رائع طبعا يبقى brilliant لعيب رائع. نروح بعد كده عندنا big 38 83 هنختار هنا two. He was over the moon كان سعيد جدا when he won the race لما فاز بالسباق. The phrase over the moon means يعني over the moon very happy سعيد disappointed محبط very sad حزين very excited متحمس very angry غاضب يبقى very happy سعيد و very excited. Smoking your health seriously dangerous التدخين خطير الصحة damages يدمر danger خطر endangers يعرض ودينجرز مخاطر يبقى طبعا دامجز بيدمر الصحة وإندينجرز بيعرض الحياة للخطر. بعد كده عندنا the ancient civilization الحضارة القديمة of Egypt has always fascinated people أبهرت الناس all over the world. The antonyms of ancient here are عكس كلمة قديم new جديد historic تاريخي early مبكرا modern حديث old قديم يبقى عندنا هنا new وعندنا modern. There are extinct birds in the forest. Future غريبة. These words give the same meaning of extinct except. كل هذه الكلمات معناها غريب ما عدا. يعني عايزين كلمات هنا مش معناها غريب يعني عكس غريب. Common شيء شائع. Strange غريب. Unusual غريب. Foreign غريب وأجنبي. Ordinary عادي. يبقى عندنا عادي وعندنا common. I didn't enjoy reading that novel. لم استمتع بقراءة هذه الرواية. It was boring مملة. The antonyms of boring عكس كلمة ممل. Handsome اللي هو وسيم pleased مسرور interesting شايك confident واثق exciting مثير وشايك يبقى interesting وعندنا مين تاني exciting. I don't like this music because it's very noisy الموسيقى دي مزعجة. The opposite of the word noisy عكس مزعج. Quiet إلى حد ما busy مشغول quiet هادي unique فريد calm هادي يبقى عندنا كلمة هادي quiet وعندنا calm. I had been taught pictures when I was young. أنا تعلمت نوع صور وأنا صغير. Draw, how to draw, to drawing, to draw, draws. طبعا learn how ممكن أقول how to مصدر وممكن أستغنى عن how وأقول to المصدر على طول. Reading a story before going to bed is relaxing. قراءة القصص شيء مريح. The antonym of the word relaxing modern حديث tiresome مجهد cute لطيف comfortable مريح stressful مجهد يبقى طبعا tiresome وعندنا stressful هما الاثنين معناهم مجهد ومتعب. My sister was when her pet cat died لما القطة بتاعتها ماتت. أختي كانت disappointing الإحباط disappointed محبطة encouraged شجع encouraging مشجع frustrated يعني غاضبة ومحبطة يبقى disappointed و frustrated. هنرجع بقى نختار كلمة واحدة. The gang broke into the bank العصابة اقتحمت البنك. And a lot of money stole بيسرق شيء. بعد كده عندي rob يسرق مكان. بعد كده عندي lent اللي هي سلفة و borrowed اللي هو استلف. هنا الموني شيء يبقى stole تمام. بعد كده عندي what kind of stories do you like reading most نوع القصص انت بتقراها نوع stories بحب القصص
adventurous اللي هي معناها مغامر، وبعد كده عندي كلمة adventure مغامرات، adverts إعلانات، apps تطبيقات. طبعا بحب ال adventure stories. most of the people who were traveling with me، معظم اللي بيسافر معايا ذا شيب، وير سو فريند، العلامات من السفينة بقى، بورد معناها سبورة، abroad الخارج، broad واسع أو عريض، on board علامات من السفينة يبقى on board. بعد كده عندنا Egyptian people are famous their kindness and generosity، الطيبة والكرم، in at for of مشهور بيه طبعا اللي هي famous for. on her not home Rehab met her friends yesterday، في طريقها، on her road street away way، في طريقها إلى اللي هي طبعا on her way home. unfortunately لسوء الحظ the burglar اللص أو السارق the house المنزل ده مكان stole احنا قلنا يسرق شيء، عند هنا توك أخذ، راب يسرق مكان، جارد اتحرس يبقى طبعا robbed the house. ancient is to not as boring to exciting، علاقة boring ب exciting عكس بعض، ancient عكسها يبقى excited متحمس، new modern و PC دي معناها جديد ودي جديد يبقى الاتنين مع بعض B and C. you can a cruise or a boat trip decide to go away go on trick into يذهب في رحلة اللي هي go on a cruise. He escaped prison. هرب من السجن. To. With. From. In. هرب من اللي escape from. It's over. سما. انت كده ده شيء يعني زاد عن الحد. There is nothing. لا يوجد شيء. Do. Doing. To do. To doing. ما فيش شيء يمكن فعله. يبقى there is nothing to do. نروح مع بعض البيج 42. البعض الايه المستمر بقى. بيقول لي some people. بعض الناس on the far. From morning to afternoon that day. بعض الناس في الفارم بيقول لي من الصبح لحد بعد الظهر، يبقى في احدد الفتره اللي شغالين فيها. was worked ده مبني للمجهول وجمله مش مجهوله، were worked برضو مجهوله. was working ولا were working الناس جمع يبقى were working، دول مستبعدين خالص لانهم مجهول. it was not polite of him to interrupt what I، انه من غير الادب ان هو يقاطع ما انا نقط. was doing افعل، did فعلت، had done حدث أول بتاع الماضي التام، was done ده بس بجملة مش بس يبقى was doing. بعد كده بيقول لي what you doing when I called لما اتصلت، ادي when ماضي بسيط وهنا مديني ing يبقى نايس هنا ايه was aware. are ده مضارع و did مفيهاش معاها ing ولا had يبقى مفيش غير مين where. some boys بعض الأولاد when the teacher entered the classroom fought تشاجروا، وير فوت ده بس بجملة مش بس، was fighting مينفعش مع الأولاد وير fighting، الحدث كان شغال لما المدرس دخل يبقى وير fighting، كانوا بيتشاجروا والمدرس دخل عليهم مرة واحدة. بعد كده عندي هنا بيقول لي my car down suddenly as I was driving to work، تعطلت يبقى التعطل ده حدث قصير هيعطل السواق يبقى زي ماضي بسيط breaks، broke breaking was being broken طبعا يبقى broke down تعطلت. While I not at the club I played tennis was being بي مش بيضاف له ing am ما تنفعش الجملة التانية ماضي ولا ينفع أقول being يبقى while I was. ندى when I rang the doorbell I felt sorry for waking her up يبقى كانت نايمة الحدث كان شغال slept was slept ده passive و has slept ده مضارع وجملة ماضي was sleeping كانت نائمة. The film I ate popcorn and drank juice الفيلم ده بنسميه noun اسم as ما بيجيش بعدها noun while يجي بعدها ing during يجي بعدها noun when ما بيجيش بعدها noun اللي بيجي بعدها اسم during. watching the film مشاهدة الفيلم I ate popcorn as ما بيجيش بعدها ing while ينفع during لا as soon as برضه ما بيجيش بعدها ing جملة كاملة يبقى while. during yesterday's match أثناء المباراة most players not fit hadn't been weren't being قلنا بيه ما يجيلوش ing have been يبقى ما كانوش weren't. I my toys when I was young عندما كنت صغيرا was loving love مش حط له ing I'm loving was being loved يبقى loved ليه لأن love من أفعال الشعور والإدراك والإحساس. بعد كده بقى بيقولي from 9 to 12 last Friday من 9 ل 12 الجمعة اللي فاتت حد ده يبقى الحدث كان شغال. I not an important meeting had attend was attended was attending was being الجملة مش بس عشان أقول being يبقى I was attending أنا كنت إيه بحضر. from 9 to 12 last Friday an important meeting نفس الجملة
بس بدأ بالاجتماع، يبقى عايزين ابنها للمجهول. had attended ده ماضي تام عادي، was attended ده ماضي passive ماضي بسيط، was attending ماضي مستمر، طبعا الاجتماع كان بيتم حضوره، يبقى انا عايز was being attended. doing when I called you، تعمل ايه لما انا اتصلت عليك. where you doing، هل كنت تفعل مش ماشي. you were دي جملة عادية، what were ولا what were you. الترتيب بعد what فعل مساعد، يبقى المفروض اقول له ايه؟ what were you doing. doing homework when I called you، where you doing هل كنت بتعمل واجب، you were دي جملة عادية. what were you doing ماذا كنت تفعل واجب، لا ولا what، يبقى هنروح لايه؟ where you doing. سؤال بهال على طول. I my room when Maryam came to see me so she offered to help me، عرضت تساعدني، يبقى انا كنت بنضف. decorated كنت زينتها خلاص ولا was decorating ولا had decorated ولا was decorated. I was decorating. on seeing the fire، بمجرد رؤية الفاير. زمان not the fire بردي. had cold was cold was calling cold، بمجرد ما شفنا الفاير اتصل على طول احداث متتالية cold. while the experiment احمد fell and injured his hand، هو بيعمل التجربة. were doing was doing doing do اثناء فعل التجربة، ينفع while يجي بعدها ing في المعلوم، وفي المجهول being والتصريف الثالث. I out of the boat when I dropped my camera، لما سقطت مني الكاميرا. هنا خلي بالك dropped ده ماضي، يبقى المضارع I'm leaning وده مضارع، كل ده مضارع هيستبعد، ما تبقاش عندي غير مين I was leaning كنت مايل. she was a little girl she wanted to be an actress، عايز تبقى ممثلة. before قبل ولا after بعد ولا when عندما ولا on أحداث متتالية، لا يبقى when عندما كانت صغيرة. my sleep النوم I had a nightmare، النوم ده noun اسم، اقول while while مفيش بعدها noun ولا as ولا when، يبقى مفيش غير مين during. the police arrested him قبض عليه as he the scene of the crime، في مسرح الجريمة. had left was leaving was left has left تم رؤيته طبعا او كان بيغادر was leaving. بعد كده بيقول لي when Maryam was young، عندما مريم كانت صغيرة. she used to in London، used to بعدها المصدر lives living live live طبعا she used to live. on the monkey my baby was frightened، كان خائف بمجرد رؤيته. was seeing had seen he was seeing seeing on بيجي بعدها ان جي احداث متتالية seeing. بعد كده عندنا بيقول لي while I at home my uncle suddenly knocked on the door، خبط على الباب. while I was at home am دي مستبعدة لأن الجملة هنا ماضي. being بي مش بتحط له ing، والمستقبل يبقى طبعا was. while the baby was loving to the doctor، والولد بيفحص examining examining هنا while بيجي بعدها ان صح، بس مش الولد هو اللي بيكشف. was examining being examined examined، احنا قلنا while. لو الجملة معلومة يجي بعدها ing عادي ينفع، لو passive being والتصريف السادس يبقى being examined. while I was staying in another room while my room was being decorated my room was decorating decorated my room was my room being decorated، الغرفة كانت بتدهن، يبقى while my room was being decorated برضو passive. Alex I met my friend by chance while during while in just as، طبعا هنا عند while ما ينفعش يجي بعدها مكان على طول ولا during، بس ممكن while يجي بعدها حرف جر، يبقى while in Alexandria. I didn't hear the telephone I was having a shower so ولذلك since لأنني at في but ولكن، يبقى طبعا هنا نروح ل since. working hours ساعات العمل employees mustn't use mobiles while أثناء when عندما during why، هنا طبعا ساعات العمل ده noun اسم يبقى during. I into a good family in the south of Egypt في جنوب مصر. born was born was bearing have been born، bearing مش بيتضاف له ing أصلا. I was born. Amira will yesterday doesn't look ده جملة ماضي. didn't look wasn't looked wasn't looking، look مش بينضاف له ing أصلا يبقى didn't look. I ready to take the exam so I postponed it أجلته. I didn't be verb مش بيتنفى ب didn't. don't wasn't being ولا بتحط له ing ب I wasn't ready عشان عندي هنا ready صفة adjective.
Everybody was at the office at 8:30 yesterday. كله كان في الاجتماع 8:30. The meeting at 9 o'clock starts, has start, was starting. Started, بدأ. ده اسمه تتالي. I wish I a better time. I wish I يبقى ماضي بسيط. Have, had, had, was had, had. هنروح للماضي البسيط. نفس الجملة تاني. I wish a better time بس زود last year. طب لما يزود كلمة من كلمات الماضي بنستخدم ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث. الكلام ده مع wish would rather with time suppose imagine. Have, had, had, was had, had. لا يبقى had, had. نفس النظام. It's time you back my camera. Gave, give, is given, was given. هنروح ل gave. طيب هنا بيقول لي I would rather here than in Cairo. مفيش هنا فاعل يبقى مصدر. Live, lives, lived, had lived. لا يبقى live. I would rather my grandma here than in Cairo before she died. قبل وفاتها. مديني ماضي اهو. Live, lives, lived, had lived. يبقى هنروح للماضي التام. had lived عشان ده ماضي بسيط. رقية always to her first school in foot. كانت بتروح مدرستها الاولانية سارن على الاقدام. يبقى دي عادة في الماضي. goes, went, was gone, is going. لا طبعا يبقى نقول went. Every day I my uncle when he was ill هو مريض كنت بزوره. عادة برضو. I'm visited. Visit was visit visit. العادة في الماضي ماضي بسيط visit. Touching the hot pan الإناء الساخن. Sama cried in pain. بمجرد ما لمست الإناء الساخن صرخت. أحداث متتالية. While, on, when, during. لأحداث متتالية و ing على طول نروح لمين؟ نروح ل on. بعد كده بيقول لي On holiday I had a great time. مين اللي بيجي بعدها حرف جر؟ while ولا after ولا when ولا during؟ اللي بيجي بعدها حرف جر while. I last met أحمد. آخر مرة شفت أحمد. While he not off some of the British friend at the airport. هو بيودعهم. While he saw was seeing had seen was seen. هنا مش معناها سيارة معناها يودع. was seeing. When I visited my sister she not ill. seemed was seeming had seemed was seemed. seem يعني يبدو. ما بيجيش في الاستمرار لانه من افعال الشعور. يبقى يبدو عليها اللي هي طبعا seemed. When the teacher entered the class لما المدرس دخل الفصل. the pupils who not a lot of noise soon became calm. we're making we're being made ده passive جملة مش passive. had been made برضو passive. we're made برضو passive. يبقى we're making. while climbing onto the mountain top وانا طالع الجبل. I not a strange animal حيوان غريب. was seen ده passive. so was seeing had seen دي لو الحدثين شغالين في نفس الوقت مفيش حدث شغال. ده so حدث قصير وحدث طويل. I couldn't watch the film because my brother football match ان اخي كان بيشوف المباراة. has watched was watching watched had watched كان يشاهد يبقى was watching. عبدو the tree when he suddenly fell down had been climbed ده passive. was climbing climbed was climbed كان يتسلق يبقى was climbing. sleeping I had a nightmare كابوس. فهنا عندي في طبعا ing اللي هو sleeping. مين اللي بتاخد ing بقى؟ عندي هنا while و as when و during. while طبعا بتاخد ing عادي as ما ينفعش تاخد ing ولا when و during بيجي بعدها noun. when ينفع بس يكون المعنى ماشي طبعا. هنا لا يبقى while sleeping I had a nightmare. which of the following is correctly structured يعني التركيب صح. was Salma being احنا قلنا بي مش بيتضاف له ing. was Salma very tired. did Salma be قلنا verb to be مش بيتسال عليه did خالص. Salma was very tired ماشي جملة مظبوطة بس ده مش سؤال اللي كان حط نقطة ماشي يبقى الجملة دي صح. I used to be overweight كنت زايد في الوزن. this means I am not now دلوقتي انا مش تخين. fat overweight no longer thin not overweight لم اعد تخينا يبقى انا دلوقتي طبعا not overweight. I wish I were taller كان نفسي ابقى اطول. this means I like my height عاجبني طولي دلوقتي. I don't like my height مش عاجبني طولي. would like to be short كان نفسي ابقى قصير. enjoy being short لا don't like my height. while on holidays اثناء الاجازة she read romantic novels كانت بتقرا روايات. this is not habit past present future current طبعا هنا read ده فعل ماضي يبقى دي عادة في الباست. I didn't answer the phone because I not my shower had taken was taken ده passive was taking had been taken برضه ده passive كنت باخد shower was taken.
While drinking juice, Sama was chatting with her friends. أثناء تناول العصير، سما كانت بتعمل chat مع أصحابها. This means Sama was drinking juice. سما كانت بتشرب عصير. Sama's friends were drinking. أصحابها اللي بيشربوا، لأ هي اللي كانت بتشرب. Sama's and her friends were drinking. سما وأصحابها بيشربوا، لأ. Sama said her friends were drinking. سما قالت إن أصحابها بيشربوا برضو، لأ يبقى سما هي اللي كانت بتشرب، لأن أصلا من شروط while عشان يجي بعدها ing يكون الفعل واحد، فطالما هنا سما يبقى برضو هنا كان مين؟ هنا كان سما. نروح بقى 51 على الإيه، على language hints. أسماء is hard working and so، وكذلك عايز أقول وكذلك أنا. طيب so بيجي بعدها فعل مساعد أو ناقص وبعد كده فاعل. تعال نشوف هنا مديني الفعل في الأول، لأ الفعل في الأول لأ. طيب هنا مديني do I و am I، عشان أجيب الفعل المساعد أشوف الجملة من قدام. عندي هنا is اللي هو verb to be، يبقى am و is و are. طيب ال I تاخد me، ال I تاخد am، يبقى هنا هنقول ايه am I. Please don't bother me، متضايقنيش، I am busy my homework. busy بيجي بعدها ايه ing to do did doing to doing، يبقى busy doing. I know the names of all people in our street، عارف كل اسماء الناس اللي عندنا في الشارع. little children بما فيهم الاطفال، include يشمل، including بما فيهم، includes فعل مضارع، include التضمن، يبقى including. when the bank the manager is usually exhausted، يبقى المدير دايما يعني او غالبا تعبان. when leaving leaves leave had left، مفيش فعل، يبقى when يجي بعدها ing. children like Tom and Jerry، بيحبوا كرتون توم اند جيري cartoons because they are not funny. funny هنا دي صفة، مين اللي بيجي بعدها صفة في دول؟ such كده لا، such ايه صفة واسم. so so much لا، so funny. she saw her father for work earlier than usual، عن المعتاد. leaving to leave leaves left، شافت باباها. so ing leaving. it's nice you to help her، ده لطف منك. it's nice ايه بقى؟ in you with you for you of you. طبعا it's nice of you to help her. I have to wear the uniform I want to take part in the game، لازم البس الزي، لن أشارك. as لأن، so ولذلك، otherwise وإلا، if إذا يبقى وإلا، لن أشارك يبقى otherwise. he writes so that I can't read anything، هو بيكتب so not. so إيه بقى؟ bad badly good will، بيكتب بطريقة سيئة يبقى badly، عايزين ظرف. they are busy the preparations of the wedding، حفل الزفاف busy بتاخد حرف الجر from، to for with طبعا مشغول be busy with. can you suggest to do a something important for something، تاخد a an important something لا something تيجي قبل الصفة. something important important something لا something important. mom was tired that she slept in her chair، نامت على الكرسي. was so tired such very too طبعا was so، قال اسمها so صفة، that فعل فعل so that لدرجة ان. mister مجدي helped us the experiment، help يجي بعده مصدر تقول مصدر. doing do to doing done، هنا موجود مصدر خلاص يبقى do. بعد كده عندنا بيقولي it's useful us to have a work plan، من المفيد لينا. useful بتاخد حرف الجر at about for of طبعا it's useful for us. he has a villa swimming pool بحمام سباحة of with into out of طبعا with swimming pool. I heard a bird سمعت الطائر beautifully before it flew away قبل ما يطير. to sing singing things BC طبعا heard a bird قبل ما يطير يبقى جزء من الحدث يبقى singing. the horse by the gate is mine stand stand standing to stand the horse standing الحصان الذي يقف. هنا كانت who is standing. Shaza helped all of us ready for the competition نجهز للcompetition. and the help ساعد to getting got getting to get ينفع تقول مصدر يبقى to get. be careful you might fall يا اما ممكن تسقط if is unless اذا لم or والا and why يبقى or you might fall. I know the girl the black shirt او skirt لابسة جيبة لونها اسود with in of to طبعا in the black skirt. بعد كده عندي language skills مهارات بقى اللغة مهمة جدا قطعة. recycling is the process إعادة التصنيع هو عملية of converting، ترجم بقى معايا كده عملية ايه؟ عملية تحويل.
waste materials into reusable materials، الحاجات اللي هي فضلات لحاجات يمكن استخدامها to reduce the consumption عشان نقلل الاستهلاك of the new raw materials المواد الخام and minimize، minimize يعني يقلل the amount of waste sent to landfills اللي بتروح المقالب بتاع الزبالة. It plays a vital role، إنه يلعب دورا كبيرا in preserving our environment في الحفاظ على البيئة، promoting sustainability وتدعيم الاستدامة. Recycling offers numerous benefits، فوائد كبيرة جدا both for individuals الأفراد and for the planet والكوكب. الفقرة الثانية، firstly recycling helps conserve valuable resources، نحافظ على المصادر القيمة by reusing materials like paper، نعيد تدوير زي الورق، plastic، glass، الإزاز، metals، المعدن. We can decrease the demand for virgin materials، ونقلل الطلب على كل المواد الخام extracted from nature، الأصلية اللي جاية من الإيه، من الطبيعة. This leads to the conservation of energy، وده يحافظ على الطاقة، and reduction of water consumption، استهلاك المية، air pollution والهواء، and greenhouse gases emissions، وانبعاثات، emissions يعني انبعاثات وعوادم الغاز الطبيعي. Secondly, recycling reduces landfill waste، بيقلل الفضلات. Landfill are rapidly filling up، بدأت تزداد، and opening dumping of waste poses environmental risks، مخاطر بيئية، by diverting recyclable items from the normal waste stream، اللي جايانا منين، من هذه الايه، الفضلات. We can significantly reduce the amount of waste that ends up in landfill، preventing soil and water contamination اللي هو التلويث، and minimizing the release، وتقليل الانبعاثات of harmful gas. Moreover, recycling conserves energy، بيوفر الطاقة. Producing goods from recycled materials requires less energy، طاقة أقل، compared to manufacturing from scratch، طبعا اللي هي بيجي تصنعها من scratch، الخدش. For instance، على سبيل المثال، recycling aluminium، إعادة تصنيع الألمنيوم cans، الكنزات الألمنيوم use 95% less energy، استخدم طاقة 95% أقل than producing new ones. By harnessing these energy saving، هذه أو توفير هذه الطاقة، we can reduce our reliance on fossil fuels and mitigate، ويقلل the negative impacts of resource extractions. Furthermore, recycling helps create jobs opportunities، بيوفر فرص عمل، and stimulates، وبينشط local economies، الاقتصادات المحلية. أول سؤال عندي هنا بيقول recycling is used to، بيستخدم لكي، raw materials to be used again، convert ولا convert؟ طبعا كلمة convert يعني معكوس، و convert يعني يحول، و convey يعني يبعث أو نقل، و contact يعني يتصل، طبعا يتشتغل عليه convert إن احنا نحول. We need to reduce the amount of waste sent to landfall، اللي هو نوصل لليابسة، rainfall سقوط المطر، landfill موقع إلقاء القمامة، و handful اللي هي قبضة أو حفنة، يبقى طبعا landfill. We the demand for virgin materials للنفايات from أو المواد الخام from nature if we don't recycle waste material، decrease نقلل، increase نزود، defend يدافع، وليد يقود، طبعا لازم نزود، يبقى we increase the demand for virgin materials from nature if we don't recycle waste materials. The opposite of minimize اللي هي يقلل، decrease يقلل، maximize يزود، optimize اللي هو تفاول، و disuse اللي هو يتنكر، يبقى maximize. The underlined word it refers to consumption الاستهلاك، mount كمية، recycling إعادة تدوير، material المواد الخام، طبعا recycling. Energy can be from some recycled materials، introduced يقدم، interacted متفاعل، deduced مستنتج، و produced يعني منتجها، طبعا الحاجات اللي بننتجها produced. Recycling leads to يؤدي إلى of pollution deduction اللي هو الاستنتاج، reduction تقليل، introduction مقدمة، induction تجنيد شيء معين، يبقى طبعا reduction اللي هو تقليل. نروح مع بعض ال 54 54. Sports protect people، الرياضة تحمي الناس، especially the youth، شباب، from many social
and psychological disease. طبعا الترجمة بتيجي اختيارات. تحمل الرياضيات، طبعا هنا سبورتس اللي هي الرياضة مش الرياضيات اللي هي مادة الرياضيات، فهنا عندي مشكلة هنا. تحمي الرياضة الناس وخصوصا الكهول، هو هنا تحمي الشباب كل اللي هي الناس الكبيرة، لا برضو تحمي الرياضة الناس وخصوصا الشباب من الكثير من الأمراض الاجتماعية والنفسية، دي مظبوطة. تحمي الرياضة الناس وخصوصا الشباب من الكثير من الأمراض الاجتماعية والعصبية، لا سايكولوجيكال هي النفسية. Practicing activities at school is important. Such activities help students learn some values like cooperation, respect for others, self-confidence, ثقة بالنفس and perseverance. إن ممارسة الأنشطة في المدرسة أمر هام، فهذه الأنشطة تساعد الطلاب على تعلم بعض القيم مثل التعاون والاحترام واحترام الآخرين والثقة بالنفس والمثابرة. إن ممارسة الأنشطة في المدرسة أمر غير ذي شأن، غير ذي شأن يعني غير مهم، يبقى دي مش هتنفع. إن مشاهدة الأنشطة في المدرسة، لأ إحنا مش هنشاهد ده إحنا هنمارس. إن ممارسة الأنشطة في المدرسة أمر هام، تمام. فهذه الأنشطة تساعد الطلاب على تعلم بعض القيم مثل التعاون واحترام الآخرين واستعادة الثقة بالنفس والصيانة، لأ بريزيرفنس اللي هي المثابرة، يبقى أول واحدة هي اللي مظبوطة. It's certain that you know that ecotourism is a type of tourism that pays great attention to the environment. من المؤكد أن تعلم من المتأكد من المؤكد أنك تعلم أن السياحة البيئية هي نوع من السياحة اللي تجلب الكثير من المال. لا مفيش مال هنا، ده بتجيب اهتمام للبيئة. من المؤكد أنك تعلم أن السياحة البيئية تعتبر نوع من السياحة التي تهتم بالبيئة إلى حد ما. لا مش إلى حد ما، ده اهتمام كبير. من المؤكد أنك تعلم أن السياحة المستدامة هي نوع من السياحة التي تهتم اهتماما كبيرا بالبيئة، برضو مش السياحة المستدامة، السياحة البيئية. من المؤكد أنك تعلم أن السياحة البيئية هي نوع من السياحة التي تهتم اهتماما كبيرا بالبيئة، يبقى آخر واحدة هي المظبوطة. بعد كده عندي هنا بيقول لي تعتبر السياحة البيئية مصدرا مباشرا من مصادر الدخل القائمة في مصر، ومصر تمتلك الكثير من الأماكن الطبيعية المعزولة التي يرغب السياح في زيارتها. Ecotourism is considered a direct source، يعني عنصر مباشر of international income، الدخل الدولي لا المحلي income، المفروض نقول national income. Ecotourism is considered a direct source of national income. دي كده مظبوطة. In Egypt as Egypt has a plenty of isolated artificial places، هي أماكن طبيعية مش صناعية. Ecotourism is considered a direct source of national income in Egypt as has Egypt plenty of isolated natural places that tourists desire to visit. دي مظبوطة. بعد كده بيقول لي ecotourism is considered indirect source، مصدر غير مباشر، لا هي direct طبعا مصدر مباشر. هسيب لكم بقى سنة أولى، دي واجب اكتب لي كده في التعليقات عندك الرمز بتاعهم، اقراهم على مهلك واكتب لي كده الرمز. نروح مع بعض بقى ال 62، تعالوا كده نشوف شكل اختبار أولى ثانوي. Some wild animals، بعض الحيوانات البرية are endangered now، معرضة للخطر. Are the antonyms of endangered، عكس معرض للخطر. Excited متحمس. Exhausted متعب. Scared مأمن. Protected محمي. Annoyed غاضب. يبقى طبعا عندي كلمة معرض للخطر يبقى مؤمن، سكيورد، وعندي بروتكتد. My grandparents live in an isolated place، مكان منعزل. This means they live in a not place، close قريب. Remote بعيد. Distant بعيد. Near قريب. Familiar مألوف، يبقى remote، وعندنا برضو distant. يبقى بيجي لنا أول جملتين يا سنة أولى نختار اختيارين، خمس اختيارات أهم، خمسة تختار اتنين، بعد كده الباقي عادي اختيارات عادية. When he was bitten by a mosquito، لما اتعض بواسطة البعوضة. His arm نقط up، triggered يمشي، leaned يميل، spilled يتهجس، swelled up يتورم، يبقى swelled up. He always money to charities، takes يأخذ، donates يتبرع، volunteers يتطوع، swells يتورم، طبعا يبقى donates money. He always does in the countryside، cruising رحلات بحرية، trekking مشي، swelling يتورم، وليننج يعني ميل، طبعا بيعمل تريكنج بيتمشى. Some animals like the African elephant are الفيل الإفريقي، so we must stop hunting them. Are in dangerous في خطر، endangered معرض للخطر، danger خطر، و dangerous خطير يبقى endangered. Cycling is a very friendly means of transport، ركوب الدراجات وسيلة مفيدة للبيئة، formal official رسمي، environmentally locally
طبعا environmentally friendly يعني صديقة للبيئة. I saw some not birds on the beach. They don't belong to this area. Ancient قديم crowded زحمة extra غريب active نشيط يبقى غريبة. Students complain about being بيشكو in their class for a long time. أول حاجة عندي كلمة struck اللي هي مضروب stuck عالق مش عارف يتحرك. وstudied اللي هي درسة وstoned اللي هو مذهول أو مندهش يبقى stuck. My uncle as a shop assistant for years. He is now a worker in a factory. اشتغل كبياع دلوقتي هو عامل. Have worked has worked worked had worked الحدث خلاص اتغير الوظيفة اتغيرت يبقى worked. I to work every morning. It's my habit. عادة الآن. I am used to walking. Used to لا walked. Used to walk هو بيقولك it's مضارع. I'm used to walking. أنا معتاد على الإيه؟ المشي. ناصر to leave until he had apologized حتى يعتذر يبقى لم يسمح له. wasn't allowed was allowed didn't allow doesn't allow يبقى wasn't allowed مبنية للمجهول. I on a picnic with my family 2 days ago. ago ماضي go goes went was going يبقى I went. I'd rather you this car it's a bargain انها صفقة. buy to buy bought will buy طبعا would rather بيجي بعدها فاعل بيجي بعدها فعل ماضي الا لو كانت الجملة نفسها ماضي بنختار ماضي تاني. at 7 o'clock yesterday الساعة 7 بالامس حدد الوقت. oh my son his homework had done was doing were doing was done ابني كان يفعل يبقى was doing. our journey to Aswan we saw a lot of monuments شفنا آثار. رحلتنا لأسوان ده noun during وان مجيش بعدها noun ولا while ولا as يبقى during our journey أثناء رحلتنا. بعد كده عندي ال comprehension بيقول لك one day we see I wouldn't be seeing that in it and the next day we are wearing it. The big fashion house in London, Paris and Milan decide what we should wear from year to year. يعني هنا بيقول لك في عبارات مكتوبة one day we see I wouldn't be seeing that in it and the next day we are wearing it. يعني في حاجات بنبقى احنا مش عايزين نلبسها بعد كده بنغير وجهة نظرنا. for a time it's fashionable for men لفترة بتبقى يعني دي حاجة موضة للرجال. to wear narrow trousers اللي هو نلبس بنطلونات ضيقة and white ties وكرافتات until باجي trousers and narrow ties واللي هو كرافتة ضيقة take their place. fashion is a term used to describe the creation of clothing الموضة تعتبر مصطلح أو عبارة لوصف الإبداع اللي هو بيتعمل فيه أنواع القماش. فوت وير أو أحذية القدم أكسسوريز والأكسسوارات اللي هي المتعلقات كوسمستكس أند جولري ومستحضرات التجميل والمجوهرات. فاشن decides how we should appear منظرنا not only the clothes we wear but shoes hair handbags and jewelry even if we think we can ignore fashion حتى لو احنا كان في تخيلنا ان احنا ignore نتجاهل الموضة. We have to buy the clothes that designer think we should wear. Following fashion is important to the extent it matters that it's part of who you are and where you are going. انت الموضة بتعتمد برضو على المكان انت رايحه فين وامتى. You can follow fashion. انت ممكن تمشي مع الموضة. Relate it to your personal life but not necessarily. يعني تتماشى مع حياتك لكن مش ضروري. Be in it. بنبقى منغمسين فيها or have a close to full of innovative designs. أو تروح للتصاميم اللي فيها ابتكار. For example you might follow trends ممكن تمشي ورا trend and trend setters know that designers are doing for the following season but stick to your regular jeans تلبس الجينز بتاعك العادي and t-shirt أطير وتلبس التيشيرت بتاعك but have the special bag that keeps your look sharp and smart I would consider that fashion. يبقى احنا هنا لو مسكناها كده بقى فقرة فقرة بعد الترجمة الحرفية هو هنا الكاتب بتاع القطعة بيقول انا مش هلبس I wouldn't be seen dead in it لن ارتدي هذا الثياب حتى لو مت. تمام ده المقصود بالعبارة دي ده اول عبارة. وبعد كده قالك بقى في تاني يوم we are wearing it وفي اليوم التاني ممكن تلاقينا غيرنا رأينا ولبسناه. طيب the big fashion house بيوت الازياء وتحديدا فين في لندن او في باريس او في مدينة ميلانو الايطالية decide what we should wear هي بقى بتمشي بمزاجها وتغير نوع اللبس واحنا نلبس غصب عننا. for a time it's fashionable
احيانا يبقى ده على الموضة for men to wear narrow trousers، يلبسوا بنطلونات ضيقة and white ties وكرافتات عريضة until baggy trousers. بعد كده نيجي بقى الباجي اللي هو واسع، بنطلونات واسعة and narrow ties وكرافات ضيقة take their place، تحل محلها. تاني فقرة بيقول لك ايه، بيعرف الموضة، بيقول لك is a term، مصطلح to describe the creation of clothing، تصميم الملابس footwear زي ما قلنا، والاكسسوارز والاحذيه والاكسسوارات والكوسمكسس لمصادر التجميل والمجوهرات. وبيقول لك ان الفاشون، ان الموضه، الموضه هي اللي بتحدد decide، هي اللي بتحدد كيف يجب ان نظهر، ليس فقط الملابس اللي احنا بنلبسها زي الاحذيه ولا الشعر ولا الحقائب ولا المجوهرات. even if we think، حتى لو اعتقدنا اننا نستطيع تجاهل الموضه لو هنبعد عنها يعني، we have to buy، لازم نشتري الملابس لأن المصممون شايفين إنها مناسبة لينا. طيب لو احنا مشينا بقى، بقول لك بقى following fashion، متابعة الموضة is important to accent، مهمة بقدر ما هي جزء من هويتك وأسلوب حياتك. طيب احنا ينفع نتابع الموضة، يمكننا متابعة الموضة وربطها بال personal life، بحياتك الشخصية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون في قلب الموضة. be in it or have a closed full of innovative designs، ان انت تلبس تصاميم مبتكرة. for example you might follow trends، ممكن تمشي ورا الترند، الحاجات اللي هي بتبقى ترند في فترة معينة and trendsetter knows that designers are doing following season but sticks to your regular jeans، اللي هو متابعة الاتجاهات ومعرفة ما يفعله المصممون للموسم التالي، ولكن لازم نتمسك بطريقة بنطلون الجينز وقميصنا التقليدي تيشيرت but we have the special bag that keeps you look sharp and smart، وحقيبة مميزة للحفاظ على مظهرك أنيقا وعصريا. I would consider that fashion، ده اللي ممكن نعتبره ايه، فاشون يعني موضة. أول سؤال what is meant by I wouldn't be sended in it، لو مت مش هلبسه. I love it and advise، لا it's impossible for me to die، مستحيل أموت. I hate it and I have never died، I hate it and I never want to wear، اللي هو طبعا أنا بكرهه وعمري ما هلبسه. according to the text the big fashion house، بيوت ال الموضة العالمية are in all big cities of the world، في المدن الكبيرة، ولا are for people who think they can ignore fashion ولا change fashions from year to next، ولا are considered only with clothes، طبعا بتتغير من ايه، بتتغير دايما من سنة لإيه، من سنة لسنة. بعد كده عندي بيقول لي as used in the first paragraph، يعني زي ما شوفنا في البراجراف الأول. The word fashionable is similar in meaning to، كلمة fashionable تساوي ايه، dated يعني عتيق او قديم، unfashionable مش على الموضة، stylish على الموضة، cheap رخيص طبعا يبقى stylish. what is suitable title for the passage، لو هنضع عليها عنوان، baggy trousers للبنطلونات الواسعة عند narrow ties، I can ignore fashion ممكن نتجاهل الموضة، cosmetics المستحضرات التجميل and jewelry changing fashions، تغيرات اللي بتحصل في الموضة طبعا changing fashions. according to the passage people، طبقا للقطع الناس، always by fashionable unfashionable clothes، بيلبسوا ملابس مش على الموضة، are not interested in fashionable clothes، مش مهتمين بالموضة، can't really ignore fashions، ما ينفعش يتجاهلوا الموضة خالص، always wear unfashionable clothes، لا يستطيعوا تجاهل الموضة. بعد كده بيقول this passage could be part of، القطعة دي جزء من novel، رواية، article، مقالة، interview، مقابلة بوم قصيرة طبعا واضحة جدا انها من مقالة. the underlined word it in the final paragraph refers to fashion personal life closed extinct، طبعا بتشير للموضة اللي هي fashion. the translation بيجينا واحدة من English لArabic والعكس، peace السلام leads to prosperity whereas wars lead to destruction، war destroys the civilization man has made، يؤدي السلام إلى الازدهار بينما تؤدي الحروب إلى التخلف. هو هنا ما قالش تخلف، هو قال destruction اللي هو الدمار. يؤدي السلام إلى الازدهار بينما تؤدي الحروب إلى الاستعمار، لا الدمار. السلام يؤدي إلى الازدهار بينما تؤدي الحروب إلى الدمار، تمام. فالحروب تدمر الحضارة التي صنعها الإنسان. شوف اللي بعدها، يؤدي السلام إلى الازدهار بينما تؤدي الحروب إلى الدمار، فالحروب تدمر الحضارة التي صنعها الإنسان، يبقى رقم دي هي المظبوط. بعد كده عندي بيقول لي إن الطفولة هي مرحلة المرح، لذا يجب أن نشجع الأطفال على ممارسة الألعاب الآمنة التي تنمي قدراتهم ومواهبهم وتمنحهم الطاقة والقوة.
تعال نشوف بقى هنا الاختيار اللي عندنا. اول حاجة هنا بيقول لي childhood is the stage of fun, so we should encourage children to play safely games. العاب امنة اسمها safe game, انما safely بامان. Childhood is the stage of fun, so we should encourage children to play safe games that develop their abilities and talents and give them energy and strength. دي مظبوطة. Childhood is the stage of funny. لا fun على طول, مش funny. funny يعني مرح. Childhood is the stage of fun, as we should encourage children to play safe games that develop their abilities and talents and give energy and give energy and strength. طبعا give them energy and strength. نشوف بقى بعد كده عندنا, بيبقى عندنا الايه الستوري, القصة بتاعتنا اللي هي تريجر ايلاند. بيجي لنا ثلاث اسئلة تفكير نقدي, يعني من وجهة نظرك, يعني شوف in your opinion او why do you think, لماذا تعتقد. طبعا انا هنسيبهم دلوقتي لان احنا لسه ما شرحناش الفصل الاول, نشرح لك الفصل الاول بعد كده ارجع جاوبهم لنا ان شاء الله فين في التعليقات. اخر سؤال بيبقى hard work is the key to success, العمل الجاد هو مفتاح النجاح. اكتب مقال من 150, وده هنعمل له فيديو لوحده ازاي اصلا تكتب مقال, مش لازم الموضوع ده في اي موضوع. وبكده نكون وصلنا لنهايه يونت 1 في كتاب المعاصر. اللي عنده اي مشكله اكتبنا في التعليقات, انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.